خلونا نروح ضمن فقرتنا العالم الموسيقي اللي دائما نحن بنقول هي غذاء الروح، هي لأن جواز سفر غير مقيد لكل الثقافات لكل المجتمعات. قد ايه اليوم فيها سحر وفيها خيال وفيها رقي بالحاله اللي عم نشعر فيها يا هايدي؟ اكيد الموسيقى كثير حلوه، وكيف اذا كانت اليوم من قبل شباب عم يبدعوا اليوم بمختلف الآلات الموسيقيه. اكيد هايدي، نحن رح نروح هيك لنضوي على موهبه كثير معنا لليوم، وبدنا نرحب اليوم بصباحنا مع الاستاذه كوزيت باكير، استاذه اله البيانو في المعهد العالي للموسيقى ومعهد صلحي الوادي، ومن مؤسسي كليه التربيه الموسيقيه في جامعه البعث، ورئيسه قسم البيانو والغناء، واستاذه لماده التربيه الموسيقيه في كليه التربيه بجامعه دمشق. اهلا وسهلا بحضرتك. ايضا بدنا نرحب بالشاب نيل رائد الاطرش عازفه البيانو، يلي اليوم هيك الاله شكلت جزء كثير كبير من روحك يا نيل. شكرا أكيد. لحضورك اليوم، اهلا وسهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بدايه خلينا نبلش مع حضرتك استاذه كوزيت، نتحدث عن خصوصيه اله البيانو وحضورها الموسيقي بين الالات. اله البيانو من الالات السولو، تعتبر الالات الافراديه، يعني هي اله شامله، ممكن العازف البيانيست يعزف عليها حفله لحاله سولو ساعه ونص، فهي ما آلة أوركسترالية. فكونها هيك فالعازف عليه مسؤولية إنه هو لحاله عم يعزف، فهو لازم يكون كتير متقن، وهي آلة صعبة فبتطلب كتير تمرين. فكون الواحد عم يستخدم العازف إيدتين والبيدال رجله، ولازم في فصل حواس، كل إيد عم تعزف شيء، وطبعا سرعات مختلفة مثل ما قلت لك، عليه المسؤولية كونه هو سوليست. حتى وقت اللي تكون آلة البيانو بالأوركسترا فهي آلة سولو إفرادية، والأوركسترا بترافقها. اليوم معك نموذج عن هذا الإبداع وعن هذا التميز، اللي نحن دائما بنكون فخورين بهدول الشباب اللي هنن أمل لبكرة بالعطاء السوري. اليوم رح نرجع لعندك شوي نيل، نحكي عن 7 سنوات مرقوا، بلشنا بعمر كثير مبكر، ودائما نحن بنقول أستاذة أنه دائما التعليم من الصغر هو يعني كان نقش على الحجر. قد ايه اليوم خلينا نحكي عن تجربتك عن 7 سنوات الماضيه، وكيف توجهتي لهي الاله؟ اول شيء بلشت باكثر من هوايه مثل الرسم والموسيقى والسباحه والى اخره، ومنهم باليه كمان. بس اكثر شيء شدني هو البيانو والموسيقى، لانه حسيت انه هو اخذني لعالم الموسيقى، انا غير من شخصيتي، غير من اسلوبي، من كل شيء، من تفكيري حتى. فلهيك حسيت البيانو هو احلى شيء بالنسبه لي. بلشت بمعهد اوتار مع الاستاذ جوان قرجولي والاستاذه علا قرجولي، بلشت بداياتي هيك صغيره، بعدين حبيت روح على دراسه اكاديميه واكبر بشوي، واللي هي معهد صلحي الوادي. بلشت سولفيج، صار ادق، بيانو صار اكثف واحلى، والحمد لله هلا صرت سنه خامسه بالبيانو بصلحي الوادي، وترشحت ل بكون بمسابقه بدار الاوبرا. اكيد يعطيكي الف عافيه، واكيد انت نيل مبلشه بعمر صغير ولكن موهوبه وعزفك كثير حلو، رح نرجع لعندك اكيد. ولكن خلينا استاذه كوزيت، نحن بنعرف انه في عم تتحضروا لمسابقه بآلة البيانو، خلينا نتعرف اكثر نحن والمشاهدين عن هي المسابقه وشو هي الفئات العمريه اللي عم تتضمنها. طبعا المسابقة انعملت للمتفوقين على آلة البيانو اللي أخذوا علامات 80 وفما فوق، وهي بتنقسم لثلاث مجموعات بتسابقوا مع بعضهم. المجموعة الأولى هي السنوات الثانية والثالثة والرابعة بمعهد صلحي الوادي، يعني بدك تقولي الابتدائي، المدرسة الابتدائية بالمدرسة إذا حكينا بالمدرسة. المجموعة الثانية السنوات الخامسة والسادسة والسابعة، المجموعة الثالثة 8 و9 و10 سنوات يعني. فهنا بيتسابقوا مع بعض، كل مجموعة بيتسابقوا مع بعض، وبيطلع 3 أوائل بكل مجموعة، الأول ثاني ثالث بغض النظر عن شو سنته. وهدول هذا الحكي بده يصير ب 28 شباط، اللي بينجح بالمسابقة الأول 3 أوائل من كل مجموعة رح يعملوا حفلة بدار الأوبرا كمان ب 29 شباط الساعة 6 مساء. نيل مشاركة فيها للمسابقة؟ أكيد 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 نيل. إن شاء الله يا رب. من أشطر الطلاب اللي مشاركين بالمسابقة. إن شاء الله هيك بالتوفيق دائما. نحن بعد شوي حنروح لكليب لنشوف بعض المقاطع تدريبك، ولكن خليني نحكي اليوم عن الناحية الدراسية، وهي اليوم أكيد عم توازي أو
يمكن المرحلة الموسيقية بحياتك، اليوم كيف عم تقدري توازني بين الفرعين وقد عم تاخذ وقت منك؟ هلا طبعا انا في عندي بالحياه او يعني في عندي بالحياه مبدا واللي هو تنظيم الوقت. اكيد انا في عندي شيء اسمه تنظيم الوقت، هذا اهم شيء بحياتي سر نجاحي. اول ما برجع من المدرسه طبعا بنظم وقت دراستي، بعدين البيانو، وفي عندي كمان كشاف، انا قائده بالكشاف، فكمان هذا بياخذ من وقتي. طبعا دراسه ما بتاخذ من وقت البيانو ولا البيانو بتاخذ من وقت الدراسه، كل فقره يعني لها وقت مخصص. نظم اليوم وقتك يعني طبعا نظم وقتي، وبكل انا مرحله متفوقه طبعا، بالمدرسه انا من الاوائل، بالموسيقى كمان انا من الاوائل، وبالكشاف انا عريفه. وطبعا انا بدي ارجع لانه انا عائلتي عائله فنيه مهتمه بالموسيقى، مثل في عندي فريق. يعني دائما نقول نحن البيئه هي اللي بتعطي هي البذره الحلوه. اليوم شو اضافوا لك؟ يعني طبعا شجعوكي قد ايه على هذا الطريق؟ طبعا يعني انا بغير انه من عائله موسيقيه، فدائما بيقولوا لي انه انت من عائله موسيقيه فلازم انت تكوني موسيقيه. هي مسؤوليه كثير كبيره طبعا اليوم. فهذا شيء يعني جزء يعني من نجاحي، جزء من ثقتي بنفسي، وانا بفتخر بهذا الشيء انه انا في عندي هوايه بيانو، في عندي يعني انا بعزف على البيانو، هاي الشيء انا بفتخر فيه. وطبعا انا مشاركه بالمسابقه مشان يعني مو كانه بس مشاركه، مشان بس اخذ مرتبه كمان، لانه مثل ما قال المتنبي اذا غمرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون الله. رح نرجع لتحضيرات المسابقه اليوم. النجاح بحاجه لاساسات أكيد. وتحضيرات، ولكن خلونا نروح لهيك نشوف نيل وهي عم تتدرب على البيانو. خلونا احلاها حلوه. نيلا بعد ما سمعنا نحن والمشاهدين عزفك واحساسك الحلو، خلينا نعرف اكثر، خبرينا عن المقطوعه اللي كنت عم تعزفيها، عن السرعه اللي عم تأدي فيها بالعزف اليوم، حركه الاصابع، شفنا قديش انت كثير مركزه، قديه هي الموهبه فعلا بدها تركيز بدها صبر.
طبعا انا مشاركه بمعزوفتين بالمسابقه، طبعا انا تقدمت 3 معزوفات بالامتحان وفي وحده لباخ، طبعا هي ما شاركت معنا بالمسابقه، بس في عندي كمان 2 تانين واللي هن وحده اتود لتشيرني هي بريستو فهي سريعه، وفي عندي كمان لشوبرت هي كمان اكسبورت واللي هي يعني الاكسبرومت واللي هي يعني الارتجال، فهذول المعزوفتين هي المعزوفه اللي هي كانت عم معروضه هون هي لشوبرت. تمام. هي حيكونوا بالقلب المسابقه. ايه ومعزوفه اتود لتشيرني. استاذه كوزيت خلينا هيك نحكي اليوم عن تقييمك لمستوى النيل، وانت يعني فخوره جدا فيها اليوم من عيونك مبسوطه فيها. اليوم في علاقه ثلاثيه بين الاستاذ والطالب والاله، اليوم بتحسي بعيدا عن الاستاذ في علاقه روحانيه بين العازف والاله، بقول لك انا بشعر فيها بروحي. اول شيء العازف او الطالب لازم يكون بحب الآلة اللي عم يعزف عليها كتير مولع فيها لحتى يتمرن عليها هالساعات الكتيرة كل يوم ويصبر ولحتى ينجز مقطوعاته، لازم يكون بحب هاي الآلة كتير ونيل بتحبها كتير والصبر. وبعدين العلاقة بيني يعني أنا وبين يعني نيل ما كتير بتعذب معها بالتدريس، يعني أول شيء هي ذكية كتير ما شاء الله وموهوبة وبتحب وبتتمرن وعندها يعني عندها فورا بتلقط الملاحظة، يعني مجرد ما قلت لها الملاحظة فورا بتطبقها وبتنفذها، سريعة الحفظ وتكنيكها عالي، عندها شو مثل ما شفتوا بالفيديو أصابيعها سريعة جدا بالتكنيكها منيح ودقيقة، يعني بتعزف نظيف ما بتخربط، بتحب إنه تأدي مقطوعاتها بإتقان. تمام. نيل بتفكري بالمستقبل تألفي مقطوعات خاصة فيكي؟ هلا يعني أنا بحب كتير البيانو، كمل بمجال البيانو، طبعاً بالمستقبل أكيد رح كون رح يكمل بالمعهد العالي، بس أنا حاطة هدف إنه بدي صير بدي أدخل بمجال تاني واللي هو التمثيل. طبعاً يعني البيانو أكيد ما رح أتخلى عنه، هو أكيد جزء من حياتي رح يضله، بس أكيد ممكن ألف معزوفات إلي أو كمل بمجال البيانو للمستقبل ولك يعني استمرارية حياتي. إن شاء الله يا رب. ان شاء الله. استاذه خلينا نرجع لعندك شوي، وقت نقول الموسيقى غذاء الروح وحضرتك من خلال مجال عملك وتدريسك للطلاب، حضرتك من مؤسسي كليه الموسيقى التربيه بمدينه حمص، قد ايه اليوم مهم تعزيز هي الثقافه؟ يعني في ناس بتقول لك انه لا خليه يدرس فرع اخر بلا ما يروح كليه موسيقى، انه المستقبل بافرع اخرى، ولكن اللي بيخوض بهي التجربه بيعرف قد هي مهمه بالحياه. هلا اللي بدي اقوله انه الموسيقى مو كل العالم تقدر تدرسها، يعني تختص فيها، كل العالم فيها تاخذ مبادئ اكيد، بس مو كل العالم فيها تدرسها. اول شيء الموسيقى بدها رغبه وموهبه، ف يعني انه والله بندخل مجال الموسيقى يلا ما مشكله ما طلع لنا شيء بندخل الموسيقى بيفشل، لازم يكون موهوب ولازم يكون عن رغبه وعن موهبه ولازم يجتهد كثير، فهي ما سهله ابدا. الموسيقى لها افرع كثير والى علوم، اذا الواحد يختص في الى علوم مختلفه، يعني صارت صحيح. بالجامعات تدرس العلوم الموسيقيه، التحليل، النظريات، التاريخ، يعني الموسيقى مو بس والله هيك هي تسليه، لا هي علم قائم صحيح. بحد ذاته، وبعدين هي لغه العالم، هي لغة العالم صحيح. يعني وين ما رحتي انت نفس النوتات بتقريها وين ما كان بأي بلد هي لغة العالم. هلا الموسيقى انا برأيي هي من يوميات حياتنا، واي نشاط بنمارسه نحن بحاجة للموسيقى، يعني بغض النظر يعني بالعرس بدنا موسيقى وبالعزا بدنا موسيقى مختلفة وبكل حياتنا بالمدرسة بالأطفال الروضة موسيقى دائما بنستخدمها. فنحن إن كانت للاختصاصيين هي ضرورة ولازم يتعلموها باختصاص كل واحد، وإن كانت لغير الاختصاصيين مثل اللي عم درسهم بكلية التربية معطيهم مادة التربية الموسيقية فهي لغير الاختصاصيين فهي عبارة يعني بس إنه بتعرفوا ثقافة عامة مثل أي شيء، بتعرفوا على مبادئ الموسيقى مشان إذا سألوا يعني هن بعدين هدول رح يكونوا أساتذة بمدارس وبروضات، وإذا سألوا شيء إذا من طالب من كذا يعرفوا يجاوبوا لأنه هن عندهم مبادئ موسيقية. تمام. نيل اليوم بتلاقي كثير من الشباب والصبايا بيلاقوا اليوم صعوبة بالعزف على آلة البيانو، هل بتلاقيها اليوم هي صعبة؟ أما اليوم إذا الواحد تدرب وبلش على بكير لا خلص هو ممكن يتقن الأساسيات؟
هلا طبعا هي الآلة البيانو كمان كثير صعبة وإلى مستويات كمان يعني صعبة ودقيقة. أول ما بلشت عزف طبعا كان في شوية صعوبة، بس عبين ما تأقلمت مع جو العزف والبيانو كثير حسيت في فرق، وحسيت انه صار بمرونة باصابيعي وحتى صار في سهولة يعني بالعزف. طبعا حسب المقطوعات، يعني كل مقطوعة اكيد بدها تكون صعبة او سهلة، بس طبعا انا دائما باخذ المقطوعات الصعبة والدقيقة والحلوة. اكيد هلا عم لاقي مرونة وسهولة يعني بالعزف. نحن اليوم متفائلين فيكي، طالما نحن عندنا كادر تدريسي بهذا الجمال وبهي الطاقة الحلوة، اليوم دوركم جدا مهم. قد ايه اليوم هي التشاركية الثلاثية مهمة بحياة الطالب أو العازف، اليوم المدرس الأهل والعازف، هي علاقة ثلاثية. أكيد أكيد، يعني الأهل كثير مهم إنه يشجعوا أولادهم على الدراسة، والأستاذ الجيد يعني الأستاذ لما بيلاحق طلابه، الطالب لما أستاذه ما بيلاحقه بيرتخي. لما الأستاذ بيلاحق طالبه بيطلب منه الإتقان وبيطلب منه التدرب على طول، يعني إنه يتمرن كل يوم ساعتين. إنه كل ما تمرن أكثر الطالب كل ما تعلق بهي الآلة أكثر. ليش؟ لأنه لما بيتقن العازف معزوفاته بيصير بيحبه أكثر، بيحب الآلة أكثر. أما لما بيكون ما بيتمرن فهو بيبعد عن الآلة، بصير في بعد. تمام. كل ما قرب الطالب من الآلة وعاد عليها أكثر وتمرن أكثر، كل ما بيحب أكثر وبيتطور أكثر وبيتقن أحسن. ويمكن دور المدرسة جدا مهم. أي كلمة ثناء على الطالب أو العازف كمان هي بتعطي دفع للأمام. بسؤال أخير نيل، شو حلمك لبكرة؟ طبعا حلمي مثل ما قلت لك انه بدي ادخل بمجال التمثيل. بس طبعا انا يعني البيانو مستحيل اتركه، هو شيء يعني بضل جزء من حياتي، جزء من شخصيتي، جزء من كياني. حلمي بالمستقبل اني اصير ممثله ان شاء الله. ان شاء الله بنجح يعني خرج. شكرا. فهي حلمي، وبيانو كمان ممكن يكون جزء من تمثيلي وجزء من يعني من حياتك. خلص من روحك صار. اليوم المدرسة شو أعطتك الكادر التدريسي ضمن المدرسة؟ طبعا كتير كتير كان في دعم من المدرسة، مدرستي السورية الحديثة، ومديرتي كمان مدام سوسن علوني هي كمان رح تحضر مسابقتي، لأنه كتير حبيت إنه في عندها طالبة بالمدرسة بهالقوة وبهال يعني بهالتميز رح تروح على دار الأوبرا. فطبعا كان في يعني دعم من كل اللي حوالي مثل رفقاتي ومدرسيني ومديرتي، وطبعا اهلي كانوا ماما وبابا كمان كثير داعمين لي، وحتى المسكوزيت كانت هي كمان الدعم الاول، واللي هي يعني لولا المسكوزيت ما كنت وصلت لهذا المستوى ولهي الشطارة. أكيد. بالختام الجميل نيل بدنا نشكرك، كنا سعيدين بوجودك معنا لليوم، وإن شاء الله منشوفك من أشهر العازفين والممثلين كمان. وأكيد بدنا نشكر وجودك معنا لليوم الأستاذة كوزيت باكير، شكرا لك ولجهودك الكبيرة. يعطيك العافية. شكرا لحضوركم. ما في دعوة لنا على المسابقة؟ بلا طبعا. أيمت المسابقة؟ 24. يلا إن شاء الله بالتوفيق. هيك نحن فخورين فيك وبكل الطاقات السورية. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا.